السلام عليكم <applause> كان عندي مشكله وانا صغير كنت بقرا الكتب بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكي عنه بس انا كنت فاكر ان الكتب كلها بتحكي في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس فكنت قريت كتاب سيره للامام الشعراوي وقريت اعتقد الرحيق المختوم بس انا كنت فاكر ان هي دي كتب السيره او الكتب الخاصه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بعد شويه بدات اعرف ان في كتب ثانيه بتتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منها كتب الشمائل ودي اللي بتوصف حاله الخلقي والخلقي، دي اللي بتوصف شكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايده، ووجهه الشريف، لحيته، وبتوصف خلقه وحياته يومه، يومه ماشي ازاي؟ كان بياكل ايه؟ كان بيشرب ايه؟ كان بيحب ايه؟ كان بينام ازاي؟ إيه؟ وفي كتب تاني كانت بتتكلم في السيره هي اللي خاصه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس في كتب تاني سيره اكبر منها، زي سيره الامام ابن هشام، او سيره مولانا ابن كثير. دي كتب تاني بتحكي في السيرة، بس هي كتب كبيرة ومفصلة أكتر من الكتب الصغيرة اللي كنت بقراها زمان. وفي نوع تالت من الكتب ودي كتب الخصائص. دي أنا بداية معرفتي بيها كان من كتاب اسمه نموذج اللبيب في خصائص الحبيب للإمام السيوطي. كنت كنتش عارف يعني إيه خصائص. ما كنتش عارف يعني إيه خصائص الحبيب أو خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما قريت وقريت فيها شوية عرفت إن خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيتكلم عموماً او الخصائص هي بتتكلم عن المميزات اللي ميز بها ربنا عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المميزات دي من المعجزات ومن مميزات وحاجات كتير بس انا قبل ما ابدا في الكتاب انا عاوز اتكلم عن الامام السيوطي الامام السيوطي اتولد في القرن التاسع الهجري 849 هجريا اتولد في اسيوط عشان كده سمي السيوطي اه اتولد بس كانت في قصه مولده حاجه جميله جدا والده كان عالم جليل كان من علماء الفقهاء فكان بيالف كتاب فطلب من والدته وهي حامل في مولانا في السيوطي انها تناوله كتاب من المكتبه فدخل فدخل تناول الكتاب فانجبت مولانا السيوطي في المكتبه عشان كده اطلقوا عليه ابن الكتب واتشهر ان هو اسمه ابن الكتب الامام السيوطي حفظ القران الكريم صغيرا بعد كده بدا يتدرج في التعليم توفى والده وبدا ياخده بعض المشايخ وتربى على ايديهم كان اول كتاب الفه الامام السيوطي كان وهو عنده 17 سنه الكتاب ده كان موسوعة في النحو، كان عبارة عن مجلدات في النحو، وهو عنده 17 سنة، وبدأ من بعدها رحلة التأليف، وقعد فترة كبيرة جدا يألف، لدرجة إن في واحد من التلاميذ بتو... بتوعه كان قال إن أنا قعدت مع الإمام السيوطي فألف ثلاث كتب في يوم واحد. بس مش ثلاث كتب بس، لأ وحررهم في يوم واحد. يعني ألف وحرر، يعني حافظ وفقيه. أنا الت... التأليف وفهمته، يعني إيه تحرير؟ وإيه الفرق بين التحرير والتأليف؟ هو كان بيجيب الكتاب مثلا وهو قاعد. بيبدا يكتب الكتاب ويكتب الاحاديث ويبدا يكتب كل حاجه ده التاليف بعد كده بيبدا يخرج الاحاديث دي وهو قاعد برضه يعني يذكر صحتها وضعفها اه يذكر صحتها وضعفها ويقول ان دي مثلا ذكرت في كذا وذكرت في كذا يعني كان حافظ وفقيه وعالم ومفكر الامام السيوطي قعد لغايه سن 40 سنه بيكتب في كتب بعد كده حصلت مشاكل بينه وبين فقهاء عصره او علماء عصره بسبب ان الامام السيوطي بعض الناس قالوا لا هو مش طبيعي ان في حد يكتب كل يوم كتاب او كل يوم كتابين فقالوا لا دي كتب قديمه والامام السيوطي كان نسبها لنفسه فهو قعد يدافع عن نفسه كتير بس ما قدرش في الاخر فقرر انه يعتزل الناس فحتى لما جه اعتزل الناس يعني ما هنش عليه انه يسيب الكتابه كده لا راح عامل كتاب في اعتزاله التدريس فعمل كتاب اسمه التنفيس في اعتزال الافتاء والتدريس وعمل اعتزاله وقرر انه خلاص انا هقعد لوحدي في بيتي هتعلم ذكر وفكر وخلاص مش مش محتاج للناس. فقعد فتره صغيره في الجو ده او في القوقعه بتاعته لحد لما علماء عصره قالوا لا الامام السيوطي ما كانش بي بيسرق الكتب احنا اللي ظلمناه فمنهم كان على راسهم الامام القسطلاني. فقرر الامام القسطلاني يحاول انه يرجع تاني الامام السيوطي للافتاء وللتدريس من جديد. فراح يطلب منه انه يسامحه وهو حافي القدمين. ودي من عظمه العلماء عشان يبين له اعتذار، بس الامام السيوطي رفض، قال لي انا مش هقدر ارجع تاني ومش هقدر اكمل تدريس تاني. الامام السيوطي كان مكتبه، مكتبه علوم ماشيه على الارض. انا افتكر ان انا يعني او غالبا كل البيوت اللي في مصر او في العالم كله العربي هيكون عندها تفسير الميسر بتاع الامام السيوطي اللي هو تفسير الجلالين. وكان في قصه طريفه كنت انا زمان فاكر ان تفسير الجلالين هو اسم الرجل او اسم مؤلفه. لكن هو طلع ان تفسير الامام مولانا جلال الدين المحلاوي ومولانا جلال الدين السيوطي. ممكن تدينا فكره اكثر عن الكتاب؟ هو الكتاب الفه الامام هو كان عامل كتاب الاول كبير اسمه خصائص الكبرى، هو سمي بالخصائص الكبرى، الكتاب ده كان اسمه كفايه الطالب اللبيب في خصائص الحبيب. جاب خصائص كثير جدا وحققها وجاب احاديث وجاب الاحاديث الضعيفه كل الاحاديث اللي خاصه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصاصاته. وعملها في ثلاث مجلدات غالبا او اكثر فقرر بعد كده ان هو عايز يخلي العام عموما حتى ياخد فكره عن خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو مش هيبحر فيها فعمل كتاب صغير سماه نموذج اللبيب في خصائص الحبيب اللي هو كتابنا النهارده الكتاب ده عباره عن هو تلخيص للكتاب الكبير او للموسوعه اللي كان عاملها في الخصائص الكبرى قسم الكتاب ده البابين الباب الاول اتكلم عن خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تميز بيها عن الانبياء وعن امته فبدا يتكلم عن خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فتكلم مثلا عن ان هو الاسراء والمعراج وتكلم عن وصوله سدره المنتهى وتكلم عن ظل الملائكه له وتكلم عن خصائص كتير جدا وسردها بعد كده تكلم عن خصائص ثاني خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخره الشفاعة والشفاعة العظمى والشفاعة الصغرى وتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر وتكلم عن حاجات كتير جدا في الآخرة واتكلم عن خصائص الامه دي اللي نتجت عن وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ده ده الباب الاول الباب الثاني اتكلم عن خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي تميز بها عن امته فمثلا كان في واجبات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانتش موجوده عندنا زي مثلا قيام الليل والضحى احنا مش عندناش فرض لكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فرض مثلا في المحرمات اتكلم عن المحرمات اللي هي محرمه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منها مثلا الصدقات محرمه على سيدنا النبي اتكلم عن المعجزات بتاعته وسرد معجزات كتير جدا حتى منها المعجزات الضعيفه المعجزات الغير متداوله حتى على سبيل السرد واتكلم عن معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختصوا بها ربنا واختص ممكن تكون المعجزات دي حصلت مع انبياء تانيين بس هي حصلت مع سيدنا النبي كمان فهو اسردها ب... لانها شيء مخصص بيه عن امته مش موجوده في امته وايه اللي فرق معاك بعد ما قريت الكتاب ده هو الكتاب يعتبر مدخل هو الكتاب صغير جدا أولا، 100 حوالي 120 صفحة، ويعتبر مدخل مهم جدا 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 إنك تبدأ تتعرف على خصائص سيدنا النبي، أنت غصبا عنك أول ما هتقرأ الخاصية من خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في خصائص هتشدك جدا، هتبقى عايز تعرف إيه دي، فتبدأ تدور عليها، فهتربطك بسيدنا النبي عن طريق الخصائص، هتعمل ربط ما بينك وهتبدأ تخليك تفهم شوية أو جزء بسيط جدا 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 من قيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه اللي يتميز بيها، وده واجب علينا كلنا إن إحنا ما في معرفه سن النبي صلى الله عليه وسلم لا خصائص ولا شمائله ولا اسيرته ولا اي حاجه من ده كله، وبكده ان شاء الله نكون خلصنا كتابنا. بشكركم جدا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. القعده الجميله ديت مش الصلاة ايه بقى؟ مش هنقول ايه بقى؟ نورتونا الوضع كده. انا ايش الدكتور محمود حياته العمليه في ال مدى to be mo wa ha al borra mae mo wa shamal ki